سنة 1948 تحديداً 20 نوفمبر كانت سنة جميلة على غضبان لرزوقي. الله رزقه بنت جميلة صاحبة بشرة سمرة، كانت محبوبة وخجولة والكل يحبها. سموها مريم الغضبان، بس كانت فيها شطانة البنات بين فرجان جبلة. وقفت أول مرة مريم الغضبان على خشبة المسرح وهي كانت طالبة في المدرسة مسرحية اسمها الطاعة في منتصف الخمسينات. مريم الغضبان كملت دراستها وحصلت على شهادة الثانوية، وطبعاً حبت تدرس في معهد التمريض وحصلت على دبلوم. بس كانت مريم عندها حب وشغف إنها تتعلم أسس التمثيل، وسافرت إلى القاهرة سنة 1964 وتعلمت هناك. تزوجت الفنانة مريم الغضبان الفنان ماكل قلاف، وأثمر هذا الزواج عبد القادر، عبد الوهاب، عبد العزيز، ومنال، ومها، ويازينهم من عيال. أول دور لها كممثلة محترفة في مسرحية صقر قريش، وطبعاً اللي اكتشفها زكي طليمات وشاف فيها إنها راح تكون نجمة، وفعلاً ما خذلتها الفنانة مريم الغضبان وكانت من أهم النجوم على المسرح. وللعلم مريم الغضبان وإلى جانب مريم الصالح كانوا أول ممثلات يصعدون على خشبة المسرح. شاركت مريم الغضبان في الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية كممثلة ومخرجة. قدمت أهم الأعمال في المسرح الكويتي، كازينو أم عنبر، لولاكي 2، وهلو كايرو، وأهم عمل كوميدي مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا مسرحية باي باي لندن. أنا من السعادة وأنت من الجامعة، حظ عليك، كلمتين على بعض ما تعرفينها. على مستوى التلفزيون قدمت مريم الغضبان أهم الأعمال الجميلة اللي ما تنسي، نفس مسلسل حبابة اللي ينذكر في الكويت والخليج، وأيضاً مسلسل خالتي قماشة، وفي عمل مميز راح أذكركم فيه على الدنيا السلام. يا حلو هالدور اللي كان مميز. يا مبروك الله يبارك فيك. خير أمري إيش تبي؟ أطشن علينا، أطشن تعملين عيوننا بالصابون. حصلت الفنانة القديرة مريم الغضبان على العديد من الجوائز محليا وخارجيا. عانت الفنانة مريم الغضبان من مرض السكر وضغط الشرايين اللي أدى فقدانها للبصر، وتوفت سنة 2004. Субтитры сделал